رجعنا بعد الفاصل دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه هنعملها النهارده. هي وصفه رز معمر بالكاجو. انا هعمله واخلصه عشان يلحق يستوي في الفرن. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، وبصراحه هو طلب مني كذا مره مع اني عملته بكذا طريقه في رمضان، بس هو اتطلب مني فانا قلت ان انا اعملها لكم. عباره عن ايه بقى وصفته؟ لبن، مرقه، سمنه، بصل مبشور، كاجو، قشطه، رز. هو اتطلب مني رز معمر، انا قلت المره دي هحط عليه كاجو. طيب لبن، وهنا كمان كريمه، انا قلت لبن بس. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحط هنا اللبن، خلاص كده، وهنحط له فلفل اسود، هنحط له ملح، هنحط له البصله المبشوره، هنحط له شويه صغننين من السمنه، قشطه، علبة القشطة نقسمها نصها جوه المقدار والنص التاني على الوش عشان بتعمل طبقة حلوة قوي. خلاص طيب هنقلب بقى كده واسيبه بقى ايه لحد ما يغلي. هنحط المرقة وهسيب شوية صغنطتين هحتاجها مع الفراخ، حاسة ان هو محتاج شوية كريمة، هحط له برضو كريم. طيب اقلب ده كده، خلاص ده كده بقى جاهز. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هحط المقدار ده في الطاجن، ونحط عليه القشطة، والكاجو احطها كده واقلبها بس، وادخله الفرن لحد ما يستوي.